مساءكم ورد مرة أخرى. ما زلنا حتى للوقت هذا، احنا راهي حتى سبعة، راهي 8:39 دقيقة لتركيا جيم بارتاجي. خليكم تشوفوا واش رانا نتسوقوا ونشوفوا واش موديلات يعجبونا، ان شاء الله نجيبهم لكم. موديلات هنا مراهم طوب كلاس على الاخر. هذه شركة فيمكا تخدم غير الماركة، كل شيء ماركة. يعني زيد نعطيكم اسم الشركة فيمكا، تخدم غير الماركة. اللي يحب يجي معانا ويخدم لا كاليتي على الاخر على الاخر، سما حاجة يحطها في لافيتخين غالية. للأسف هنا ما تلقاوش الجزائريين والله شيء، تلقاوهم كلهم هنايا، حتى اللباس شوفوا شورت وكذا، تلقاو غير القور قليل. وين تلقاو حبات هكذا من العرب، لأنه البضاعة هذه ما تناسبش بزاف العرب. شوف، ولكن كاينين الناس يخدموا طوندونس بزاف. قلنا اللباس هذا ماهوش عريان كيما راهم يقراو فيه بعض الزبائن، هذا لباس تلبسو مرا في الدار راجلها، قاعدين نقولوا تروسو. سبحان الله، الحاجة اللي ما نقدروش نلبسوها برا نقدر، تقدر ما تقدرش تلبسها برا تلبسها مع الزوج نتاعها نورمال وعادي جدا. شوفوا كيما هذا هايل هايل هايل. شوفوا هذه برك وحدها 16 دولار، شوف. وهذا اللي هنا البنطلون وحده 23 دولار. تسمى كي تدي طقم راهو واش نقول لك، وزيد غالية غالي كيما دوك الدولار اورو راهم برسك زي بعضهم. هذا بنطلون 20 دولار ها هنايا، نوعية جيدة. وشنو غالي هنا بور موا هذا، انا ما نجيبوش يعني صراحة، باش نجيب هذا ب 19 دولار تقريبا 400 ألف، سامحوني ما نجيبوش. ولكن خليكم جولة، لأنهم الناس قالوا لي عندنا شغل قاعدين نتسوقوا معاك في اسطنبول، خليكم تتفرجوا تستمتعوا تشوفوا. ما نعرف انا بور لو مومون مازال ما عجبني حتى شي اللي يناسب الجزائريين. 19 دولار، هذا 19 دولار، وبو وهذه 21 دولار. لابسه لباس هذه مليح، مرحبا. شوفوا هذه العطوية اللي لابستها، حطها على المباشر بوكاش كومبلي 40 دولار. الله الله عليكم، شفتوا هذه سما تلبسيها تجي تحفه، هذه تبان لي هنايا ديمي مارك تلبس نورمال. فوالا شوفوا ستيل كاشرين كاشرين كاشرين. قلت لكم كاين الروز والسيا والصفرا، فوالا فيها طروا كولار. هذا يقدر يفوت الموديل هذا. بون عندكم كذلك هنا، شوفوا الستيل هذا ممكن يفوت ممكن يفوت. شويه السعر ما نجمنالوش لانه الشركه هذه ما تعرفش تنزل. السعر اللي تحطوا داك هو هذا 18 دولار اللي من الفوق، وهذا اللي من تحت 600 وحاجه، وهذا 22 دولار 18 22 معناتها كيف دولار كما قلتي 40 دولار. 40 دولار يعني صراحه 800 ألف. فيمكا فيمكا انا كنت تلقاو حاجه فيمكا غاليه غاليه، ثم صراحكم حاجه اللي تكون غاليه ما نضربوش. وشنو انا فيمكا كانت من قبل ما يكونوا عندها زبائن بالقوه، كانت والله تساعدني اذا كانت تشوفوا على موديل اللي جبتهم لكم بسعر طايح 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 من عند فيمكا ما شاء الله. نروحوا ناخذ فيمكا في الطبق الفوقاني. فيمكا قلت لكم يخدم كل شيء غالي، يجيوه الفنانين يجيوه المغنيين يجيوه كذا اللي تاعهم هما. كيما هذا اللي بس كله احنا ما يصيرش عندنا. شوف هذا الزور هذا كله وغالي غالي، شنو احنا ما يلبسوش تاعنا. الموديلات يختلفوا، 9 دولار ولقيتها الصباح ب 4 دولار، هنا مغلي فيها زايد 5 دولار، الصباح لقيتها ب 80 ألف. وشوفوا درك راهي ب 9 دولار، اوه بزاف بزاف، هذا زايد الاسعار تاعو بزاف. وشنو كاين اللي يحب، شوف هاي جاتكم على المباشر بيك سايز. ايه بيك سايز، خليكم تشوفوا مع المانكال على المباشر. بو موديل كاش دولار الله الله عليك، شفتوا كل شيء دولار يمسكش. ايه ايه طالع، قلت لكم الدولار راه طالع، اي دافع على مول المحل. 36 دولار بزاف يعني صراحة، كيما احنا كون تجي لوحدة تقول لها هذا نبيعه لك ب 1200 ما تشريش صراحة يعني. غالي بزاف. وموديلات ان شاء الله احنا كون يديروا تنزيلات نشريو عليهم ما كانش بروبليم. باترون روح سقسيت عليه ما كانش،
غدا ان شاء الله بالك نقدروا كش ما نشوفوا موديلات عجبونا نجيبوهم يناسبوا الزبائن تاعنا. فوالا كيما هذه 20 دولار او وزاد راه عليها الحال كيما حنا هذه خشينا درك بلا دوبلور صعبه شويه انه يديوها دركا 24 دولار اي سلعته غاليه. شوفوا كيما هذه حنا محال يلبسوها في الجزائر جورنال كيما نقولوا حنا كي نعدوا المنشره هاني تعلمت المنشره يعني منكم كاين واحد اللعبات تالمو ينشروا بزاف وضل يبعثوا لي اللي يديروا لي كابتير دو كرون نشوفهم نضحك شتى عندهم اللي يحب يشتي يشتي يخدموا مع الروس يخدموا مع اكرانيا يخدموا مع الناس الكل. هذه طويل 21 ونص دولار خليتكم جولة خليتكم جولة تشوفوا في المحلات. هو الحجر المليحة في المحل هذا أنه هو مخدوم مليح أنا عاجبني مام مستقبلا عندي برنامج إن شاء الله نبني نخدم حاجة ستيف كيما هكذا فوالا أنا نستمتعوا بالسلعة فوالا تفرجوا برك ثمان شهر ما تمجروش بالناس وشنو كاين اللي يلبس ستيل هذا كاين بزاف اللي يلبس ستيل هذا هما هكا يلبسوا. يا اختي العزيزه على الحجاب نزيد نصارحكم الحجابات مانيش حاب نطلق الموديلات تشوفوهم بصراحه لانه كاينه مشكله في الموديلات اللي راني جايبهم تاع المتحجبات والله مشكله. حتى صاحب المحل قال لي شفت الفيديوهات تاع كامل قال لي كون تطلق الموديل راك تحرج لي الكليون اللي بعت لهم من الجزائر وعلى هذيك راني متحفظ انا ما حبيتش النعت. وشنو خبر لي كليون تاعنا اللي لبسوا حجابيست كيما نقولوها نقول لهم ما تقلقوا ما والو ان شاء الله اني جايب موديلات تاع حجاب ملاح كاين دي روب كاين موديلات روعه 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 ان شاء الله يعجبكم. كلاشاوك من عين مليلة كيفاه كلاشاوك ما فهمتش شنو انت كلمة كلاشاوك فهموني ما فهمتش هاد لي تيرمام اختي 43 سنة ما فهمتش كيفاه تقولوها لي جان حلبونا انا خاطينا الهضرات هادو بون كنت عند كذلك فارفانتي اللي يحب يخدم لاروب سواري هاي هنايا فارفانتي لي روب سواري ما فيه تلبسوهم كامل من عند فارفانتي ها هنايا. وين هذه راها في اسطنبول لا ليلي رجعت لا ليلي كنت في بونغوران ومشيت البايرن باشا ومارتر قاعد نقول لكم تزعفوا ولا شيء محجبات راني جبت لكم شيء كبير شيء كبير شيء كبير شيء كبير ان شاء الله راكم تشوفوه في اقرب وقت. عطونا فرصه برك لانه قلت لكم جلال معسوس اكثر من بونتاغون فيرفانتي هذا هو امي روب سواري لي طوندونس عنده الاخرين خلاص هم هنايا هادو لي موديل الكل لي راكم تشوفو فيهم اخر موديلات لي عندو عند فارفانتي لي بري تحبونا ندخلو جولة تشوفو مكانش مشكل خلي نشوفو مي شوفو لي موديل لي عندهم موديلات كامل في القمة موديلات كامل تاع اوكوب عجبوني بعض الموديلات قلت انا خلي بعد غدا او بعد غير غدوة ان شاء الله كي نقعد راني نكمل نجيب لكم لي سواري نطمنكم لي سواري من عند فيرفانتي عندي من بعد تاخذوا جوله في المحل ومن بعد نقول لكم شو هو لي موديلات اللي شفتهم وشو هو كاين موديلات باذن الله راني نجيبهم لكم وتشوفوهم كي يوصلوا للجزائر ما نقدرش نكشف عليهم هنا لانه اتصلوا بي اصحاب المحلات حتى الشحن ترانزيتور وقال لي جلال راك تحت المراقبه انتبه راهم كامل يعسوا يشوفوا في لايف تاعك وراهم يقولوا لنا جلال هو هنا واش جاب واش ما جابش من الاخر هذا لي موديل بزاف تاع لي سواري راهم عندهم اللي في لاريير هذوك راهم البيك سايز سوا اللي يقضي يجي مرحبا بهم هنايا الغاشي بكل يقضي من هنا فيرفانتي والله اللي يحب يطلع معنا نوريه له حنا واش نديرو نضربو لك على البري مثلا هذه راهو حاطه 15 دولار انا نجيبها اقل هذا واش راح نقول لك مثلا شوفوا موديل تاع سواري مليح باسكو تبدلت ما بقاوش لي ستيل هذوك اللي كنا نخدموا حنا من قبل تغير ولاو موديلات خلاف تاع لي سواري وطوندونس وحاجات خلاف جديده وستيل دونك نقدروا مثلا هذا
نحلو البري وما يبقى كيتبعو 26 دولار. هذا 26 دولار في جوية 500 وحاجة. كون مثلا يعجبكم نقدروا نقفوا معكم ونجيبوه لكم بسعر أقل بإذن الله تعالى. بزاف موديلات حلوين عندهم، مثلا هذا 22 دولار نقدروا نقفوا معكم إن شاء الله ونجيبو. تحويس عباط الحوس أختي، حوسو حوسوني هنا حوسو شبعكم قليشكم. مازال مازال كل نهار كل نهار ربع لايفات خمسة. اسطنبول هذه اللي كانت عند بعض التجار مساكن اللي ما طلعوش كاش، قلنا قدم يعني ماشي بشرط يكونوا جدد، قدم وحابين يجوا وخوفوهم وقالوا فوالا هاكم ما تقدروش وكذا. نرجح لكم والو، تعرفش والو، نرجح لكم أكثر من البولفار اللي تسكنوا حداه. شوفوا لي موديل هذا، الشركة سكرت، شافوا 27 دولار ما شاء الله، ستيل باهي. هوب هوب، هادو إن شاء الله تشكيلة راح تكون تاعنا غدوة أو بعد غد إن شاء الله من عند فرفانتي. اللي ما يعرفوش راهو جاي في لاليلي، حط فرفانتي في الجوجل مابس يخرج لك أرواح خويا العزيز، أرواح أختي العزيزة، أخدموا ربي يعاونكم، الرزق على الله سبحانه. فوالا الناس بدأت تسكر، خليكم تاخذوا جولة، نزيد نطلع لكم في الجهة الفوقانية، ما خاسرين والو نحوس بكم، شغل نسوق بكم. لا بداو يسكروا الناس، البلدية بدات تخدم في شغلها، الناس هنا صاي ما بقاش، لأنه فرق الوقت ساعتين، راهي 58 دقيقة عندهم، حنا راهي 56 دقيقة. فوالا قبيلت كانت الإنارة والإضاءة خير من درك، درك كامل سكروا. الناس يشريو من برا من الداخل، تلقى الناس كل تشري. ها السير فاضي 15 دولار قاعدة زيد تعطاطي 20، ولكن مش محال تاعو تتباع في تتباع في الشارع. باطل 15 دولار راه 200، قول 200 قول 300000. انا نبيع فيها بصح قله. هذا كذلك محل تاع لي موديل توندونس. هنا هذا ثاني يخدم توندونس، هنا بوكو بليس الرواسة جماعة يعني اوكرانيا هما اللي يقدموا من هذه الاماكن، وجايزارين حبات شما اللي يحب ما يخدمش زي السوق تلقاه يجي يتسوق هنا، يجيب موديلات كيما هكذا ويحطهم في المحل، وصح تلقاهم عنده وحده، باسكو حنا جماعة الجملة ما يجيوش هنا خلاص، وما يقدموش من هنا، قليل اللي يجي يقدم من الاماكن هذو. توضيحنا نهضروا الحقيقة ما كاينش مشكلة، حتى ولو كنت كل حقيقة هذه في صالح بعض العباد يكرهونا نخدم لكم مصالحكم ما كاينش بروبليم، تستاهلوا لأنكم درتوا لي بوز كبير. شوفوا قليل قليل وين يجيو الجزائريين يقدموا من هذه الجهة. سكرت الحالة دونك، كاين كاين لي روب اختي العزيزة، كاين كل شيء، ما كاينش حاجة ما جبتهاش. راني نقول لكم ما شاء الله شارجيت لي موديل بزاف، سيرتو المتحجبات، أنا قلت لكم ما نقدرش نكشف على كل شيء، من المستحيل. جلال لايف ستايل ومحلاتو راهو معسوس أكثر من البنطاغون، الناس كامل هاو جاب هاو راح هاو حط هاو في بلية هاو دار هاو في السد هاو، وما نحكي لكمش بلا الكلام القبيح اللي يوصلني كل نهار، ولكن شوفوا هادو حنا من المستحيل يكون عندهم صدى أو يتباعوا في الجزائر. ما تنساش ملابس الرياضية ما تفضحيناش، جبت جبت. جبت إن شاء الله إن شاء الله كاين كل شيء، الصبر برك الصبر. ما نقدرش قلت لكم على الأقل أنا نعطيكم معلومة، كشفت 9% من الشيء اللي جبت، حتى في الشيء اللي راني ندير فيه حاط فيه خطة، لأنه دوك الناس يقول لك جلال ينعت في ليسور تاعو وهكا راه يخسر في الكليون وهكا راح يولي وينافسوه، من المستحيل لأنه أنا الخطة بدلتها. شونجيت شونجيت بروغرام شونجيت الخطة، الخطة هذه اللي وريتها درك اللي راني نعت فيها هذه خدمتها تقريبا 5 سنين وحدي الحمد لله، داخل في برنامج أحسن من هذا البرنامج.
حاجه ويتستي في الريدو تهبط ويطلع. با واش حبوا ثاني جلال علي يعرف اسطنبول الله يسهل انا نوري برك. هذا محل التحلية شوفوا هذا كنا نحكيو على الشيك هذا هو الشيك ماشي اللي يجيبو من تاجنانت يقول لك الشيك تاجنانت نجيبو في بضاعة كلها تاع الصين قليل ونجيب بضاعة تركية باسكو هنا اسعارها غالية بزاف بزاف مستحيل نقدروا نجيبو هاد لي موديل لانهم غاليين تسمعوا غير 45 دولار تسمعوا 50 دولار تسمعوا 150 دولار غالية الامور هنايا كي تجيبو نتا مثلا نجيبو حنا ب 50 دولار ما تكونش فيه فايدة مستحيل سكروا كلهم اكو حواسه هاي حوسوا خلاص اللايف تاع الصباح ما عجبش التجار كلا شاوك اختي انا ما الحمد لله انا على بالي بروحي تاجر واحد خلاف والله ما على بالي مش متاكد انا متاكد من نفسي خلاها عاد الامام هادوك تجار ما همش تجار هما اللي بان بروح علاش علاش اختي صغار ويكبروا ان شاء الله ويفهموا مليح لانه واحد كيعود ناقص فهمه وناقص معلومات وناقص معطيات تلقاه يتلاح للهضره برك ويهضر برك معليش حنا عندنا الصبر الكبير لانه حتى من اخطائهم حنا نستفيدوا من اخطائهم نستفيدوا وانا دائما نستفيد نعرف شكون ونفهم ونعرف لي ديتاي تاع هاد الناس اللي راكم تحكيو عليهم مع اني والله ما شفت حاجه وما على بالي واش قاعد يصرى قلت لكم اتصلوا بيا بزاف ناس جلال 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 انا من حقي نوري من حقي باسكو انا هادي واش مدايره برنامج للتجار وللسياح جيب التاجر هنا ونخلص عليه وزيد نبيع له البي وزيد ريزيرفي لوطيل انا تاني عندي فوائد مع التاجر هذا انا كلمني قبيلت واحد صديق قال لي جلال انت كيفاه قلت له شوف يا اخي الفاضل انا على الاقل كي نجيب معايا واحد نسلك عليه وزيد نبيع له البي هكذا صح نقضي له ربي يعاونه ونسلك عليه المشكله في السوق انه انا جلال اللايف ستايل ما يحبوش يبيعوا لي ويبيعوا للتاجر هذا اللي راح نجيبه انا ونسلك عليه وزي ما يبيعوا له كريدي شكون هو التاجر انا والله ما انا على الاقل قاعد نحلل في تجارتي نجيب ناس نبيع لهم نستفاد معاهم نسوق بهم نستفاد معاهم نبيع لهم البي نبيع لهم كل شيء ونخدم معاهم بالحلال وهم راضيين وانا راضي والحمد لله خير من واحد انايا مانيش عارف نكرديلو واللي يسلك كاش ما نبيعلوش والله غريب امور الناس والله العظيم غريبه غريبه شوفوا المحل هذا مازال مدامو مازال شويه فاتح هنا تلقاو النوعيه السلام عليكم تلقاو النوعيه كاليتي هاجي بو موديل كاش بو اونسيكيس ها بو ها تمام 18 دولار عندنا هذا كذلك 18 دولار اونسيكيس جمله في فاتوره يا جزائر حبيبي جزائر اهلا في فاتوره نو نو انا ما في فاتوره باترو باترو القداش صديق بون عندنا هذا الموديل طوندونس هذا راه عرس شويه وهذا قداش سعره بوكاش بو انسكيس 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 فوالا اي ما شاء الله يعني مودا بو هذا على الفوتو ولا على المانكا ما شاء الله ما شاء الله هذا عراسي كي تحبوا مثلا حاجه تاع عراس الافراح اي تصلح لكم هذا لايف جزائر كله كونترول بو بدايات كله كله بو كارد فيزيت بو جزائر هلا هلا معكم صاحب المحل فوالا عطو كارد فيزيت تحبوا تجيو لهذا المحل شوفوا هاي كارد فيزيت تاعو ديروا اشهار حتى بلاش فوالا هلا هاي السلام عليكم اللي راس كله راهم هنايا شكرا حاط لكم الواتساب حاط لكم كل شيء تحبوا تخشوا تشوفوا لي موديل تاعو هذو ملاح بزاف بزاف وكاليتي ما شاء الله شكرا حبيبي الله يخليك اهلا وسهلا بك تمام شكرا 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 باي هاي مانكا خلف ثاني هذا اليوم مانكا تاع صاحبي المحل شكرا باي
لكم هنا عنده سلعه نظيفه اللي يحب يجي سياحه والله كي يحب يشري حاجه ما كان نجيبه هنا انا نضرب معاه ويبيعوا له حبه يبيعوا له زوج ما كانش بروبليم باذن الله. السلعه باطل وحنا رانا كلاونا هنا والله يا اختي ما كلاوك ما انا خدام على روحي انا ثاني راني عندي امورات انا ثاني عندي وكاله سياحيه عندي قاعد نصرف عليها بزاف عندي خدمه انا ثاني لازم نحرك شغلي كل واحد يحرك شغله بطريقته. اما لا شيء مثلا هذا نخليكم تاخذوا فكره برك على موديل جايبو كيما هو بعد شوفوا ستيل نصرحوه شويه 28 دولار قاعدين تشوفوا راني جايب زيو بعد 28 دولار اللي قولوا 600000 خمس بالشحن تاعو 600000 280 ان شاء الله راح يوصل عندكم للجزائر باذن الله باذن الله. اذا الاحباء والاعزاء البلديه بدات تخدم في خدمتها الدنيا سكرت نورمال مستديتو جوله نحيتو على بالكم المهم خديتو فكره مليحه بون مازالت لنا بارين باشا غدوه ان شاء الله ندير لكم لايف منها يستفادوا منها التجار ويستفادوا منها المبتدئين ومازال مازالوا البلايص بزاف تاع التحواس ان شاء الله كي تمشي يمشيو معنا الزبائن اللي رايحين ان شاء الله يسافروا معايا على الوكاله السياحيه جلال لايف ترافل راح نديكم الاماكن خمارات بلاش حجابات بلاش عبايات بلاش هذه ما نكشفوهاش دركا نكشفوها ان شاء الله النهار نبداو في اول رحله باذن الله تعالى ويفرحوا الناس وتفرح الدنيا كل قبيلت امراه عيطت لي عجبتني قالت لي والله ولدي كان من اللي جان اللي كان مخمم يحرق قالت لي لما شعر 80 مليون ولا 90 مليون تاع هذا كيف يقولوا له هذا الرابيد الرابيد نورمال مو هكا اسمه هي رابيد اسمه الله علم الرابيد لما كنش غلط قالت لي والله كي درت المبادره نتاع هذه الحمد لله ماذا بينا اخويا نعاون البلاد علاش تعود كاينه خطوه نعاونو قالت لي عباك باللي تمشيو 100 كيلو ما تغلبوش وما تفيقوش قالت لي المبادره اللي درتها والفكره اللي درتها انك تطلع معك مجموعه تاع شباب تنعت لهم الاماكن تاع التجاره وكل الانواع ماشي نقولوا مثلا غير الفام فام اوم اونفون يعني كل شيء خمارات لي ديزابي لي نويزات اي حاجه البسه داخليه البسه رياضيه كل شيء قالت لي والله بني بد الرايو 190 درجه وتحمس قالت لي الدرجه يا خويا جلال ما تتصورهاش والله دعات لنا دعاوي ما شاء الله من قلبها ونقول لها شكرا يا امه احنا ثاني بيان سور راح نكبر ولادنا وراحين توصلهم هذه الرساله وكامل نخافوا على خاوتنا وكامل نخافوا على اولادنا وكامل نخافوا على امهاتنا وكامل نخافوا على اصدقائنا وكامل نظن في هذه بالك وكامل نظن نخافوا على بلادنا هذه نظن شويه جالس لي والله تبدل رايه وراح قاعد يفكر وقال لك يجي جلال نروح عنده للمكتب ونمشي في العرض اللي داروا وانا زدت طمنته في واحد الفكره من الاخر خلي نقولها لكم طمنت امه يعني انا هدرت مع امه وان شاء الله هي تكون وصلت له الميساج حتى ولو كان هذا الطفل بعد الطفل هذا جون هذا نقولوش طفل نقولو جان نقولو راجل نقولو سبع قلت لها حتى ولو كان يجيب سلعه وما تمشيلوش وما يبيحاش انا نشريها له باذن الله شوفوا القطه هاي خيره بلاصه الله الله قلت لكم قلت لها والله حتى ولو كان ما يبيعش سلعه قلت لها والله اللي اسمه الله انا نشري عليه وما يخسرش باذن الله وشنو خليه يحتك بالتجارب لازم نعلم اولادنا يحتكوا بالتجارب يحتكوا بالخدمه يحتكوا بالخدمه والكسب الحلال الحلال لانه الحلال هو الصعب علاه انا قاعد نعاني وعلى عايش معاناه وعلى عايش ضغوطات لانه خدمتي حلال متعبه 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 ما نقولش اللي يخدموا الحرام لا ما توصلش ولكن اللي ما يحبوكش تخدم بالحلال هما اللي يحبوا يتعبوك وهما اللي يحبوا يطيحوك وحنا باذن الله مثل الجبل
غير نساو ما نتاكل ما نطيح من الريف باذن الله تعالى ما يكون والو لاني ثم تقولوا علاه يهضر بهذه الثقه في اني موكل امري لله فوق سهله خلاص وكل امري لله وربي ما يخيب عبد باذن الله في خدمته والله في اي في اي شيء ربي يعطيك على قد قلبك وانا ننصح كل الشباب وكل الشابات لا للانحراف لا للخدمه مش ملاح لا للحرام لا للمخدرات لا للكاشيات لا لا تندموا تندموا تفرح في الاول ومن بعد كان صرالك مصيبه تخش الحبس تندم على كل شيء احسن شيء انكم تروحوا تجاهدوا في الخدمه والله محارب العالمين يخيبكم والله علاه الواحد كيخدم خدمات مش ملاح رب العالمين يكشفوا وعلاه الواحد كيخدم الحوايج الملاح رب العالمين ينجحوا كل شيء واضح كل شيء عند الله سبحانه وتعالى باين حاجه ما راح تضر اذا المبادره ان شاء الله وحده قالت لي وين جه المحل تاعك في الجزائر اختي العزيزه مانيش حال في العاصمه حال في ولايه قسنطينه المركز التجاري لتجمول وكذلك في ولايه ميلا سونتر مول شارع الحريه وسط المدينه بين المحل تاعي معروف الناس تاخذ في قسط من الراحه الناس تروبوزي الناس مرتاحه الناس كل تخدم هنا كل تخدم هنا ما يشجعوا لا والو ما يشجعوك على الشغله ما يشجعوك على الكلام البذيء ما يشجعوك تهضر في الناس ولا تشوف مع الناس ولا تعس الناس هنا يشجعوك تخدم مرتاح هنا عندهم الخدمه هي كل شيء ابطال الخدمه ما عندهم حتى شيء بدينا نخشوا في الطرف اللي فيه الجزائريين والتوانسه والليبيين العرب يعني عموما خليكم وحده قالت لي حبس نشوف تحبس شوفي هيا شوفي ان شاء الله ان شاء الله ماش مشهور عالمي احنا ماذا بينا نعاونوا ماكمش عارفين لي ميساج اليوم راه يلحقوا ما راكمش تشوفوا واش صاري في الناس انا لا غالب انا مواطن من هذا من الجزائر ذاك البلد العظيم ما نقدرش نفرط في ارضي وما نقدرش نفرط في بلدي وبلادي هي اعز واحسن بلد في العالم الحمد لله واحده قالت لي جلال صور لي القسطه هذه ظهر لي مسكنه كانت تجي وصافي لونطو ما جاتش والله اني وصلت حداها وعدتها قلت لها نصورو فوطو ونبعثو لها والقسطل هاو قاعد يطيب هاو القسطل كاستيل ناس زنابي شوفوا هاو القسطل شوفوا شوفوا كيف امريكا شوفوا قربنا المحلات الوايكيكي اللي فاتح معنا في المركز التجاري ارجو تجمول قربنا من فروض بها كاين واكيكي كاين بولو هنايا رمزي راك تعيط اصبر عليا شويه كوراج كوراج جيجان البنات كوراج الى الامام خدموا خدموا الحلال مليح يطول بصح يجيبك الفوق خلاص باذن الله خطيكم من الحرام خطيكم من هذيك الربح السريع وتاع ندير لافير خطيكم خطيكم هذوك ممكن يجيبوا اللوط عليكم تعيشوا كل شيء وتشوفوا كل شيء هذا ايه فوالا واكيكي فوالا نحلاه تعبت برك بالتالي كون دخلتكم شفتوا واش كاين في المحلات هذو اللي قراب هذو كل محلات التجزئه يبيعوا بضاعة حلوة ما شاء الله وتجزئة فوالا تجزئة تولوا من هذو اللي هذه القرعة تاع الريحة جروب تاع زازا واعر هذا لا فاكسان لازم ايه مش فاكسان الاخر بي سي ار وخلاص هذا ما كان الفاكسان علاش ما كنتش مدايرين الفاكسان تقدري ديري بي سي ار واللي عنده فاكسان الاخر يدير كيف اسمه يا رب يا رب يا رب الله راح يأسمه سهل سهل من بعد نعطيكم كل المعلومات نراهم يعاودوا يرموا في الطريق ويعدوا فيها بون هنا شويه جزائريين قادر يخرجوا في اللايف وما يعجبهمش الحال وانا ندير احتياطاتي كل حساباتي على كل الجزائريين ربي يخلي كل الاحباء وكل الاعزاء ونهاركم زين ومبروك ان شاء الله بون كوراج اللي حابين يخدموا الرقم نخليه لكم رضا بالحوت
دوك نعطيكم رقمه، هو اللي راه متكفل بالتجار اللي حابين يطلعوا ان شاء الله معنا ويسافروا معنا ويمارسوا التجاره. خلينا ندخلوا هنا خير بكم لي فيديو شويه جزائريين. دوك نمل عليكم رقم رضا بالحوت، يا ربي اتصلوا به الرجال والرجاله، والنساء اللي تحب تخدم تتصل بالمديره سونيا باش تكون حاله نظاميه، الراجل مع الرجل والمراه مع المراه. بون رضا بالحوت رقم رضا بالحوت 07 اشفاو عاصنوا في عنده زوج اني شعره وغلط عطيتكم واحد غلط 0 عاودوا 05 49 اللي جان هذا هو 05 49 83 07 24 رضا بالحوت. نعاود لكم الرقم سجلوه 05 49 83 07 24. اتصلوا بريضا وحنا نفهموكم كيف الاجراءات. وحده قالت لي نحس روحي راني ندور صح، ندور اختي العزيزه وين البروبليم، دور اختي وتشوف وما كاين حتى بروبليم. تحس عليكم دور عادي جدا، علاش تراني تعبان بصح نكمل برا. قلت لكم فيديت على جلسه لي كليون، لي كليون تاعنا استغفر على جلسه التجار باش ما ناذيو حتى واحد ان شاء الله. اذا امسيه سعيده وتصبحوا على الف الف خير ان شاء الله. سلام.